السلام عليكم، كنتمنى تكونوا على خير وبخير، ومرحبا بكم في وصفات سهله مع كريمه. اليوم جيت نقدم لكم الطريقه ديال تحضير اللحم اللي كنقدموه في المناسبات وفي الحفلات والافراح. كما كتشوفوا هنايا عندي قطع ديال اللحم. نبداو ان شاء الله بالتحضير، بقاو معايا. هنا عندي القليل من الابزار والملح، وعندي كذلك الخرقوم البلدي والسكنجبير والعطرية ديال اللحم والقزبر يابس مطحون وعود ديال القرفة. كما كتشوفوا هذا هما المقادير اللي عندنا، يعني المقادير على حسب اللحم، الكمية ديال اللحم اللي عندكم. المهم كنشدو العطرية ديالنا كنوضعوها في إناء كاملة، كنضيفوا لها الماء، ما نكثروش الماء بزاف، يعني حتى الكميه على حسب اللحم اللي عندنا. هنايا تقريبا درت واحد الكاس ديال العنبه، وكنخلطوا المقادير ديالنا مزيان باش يتجانسوا لينا. كناخذوا واحد الاناء اللي غادي نحطوا فيه اللحم ديالنا وغادي نخليوه يرقد تما. كناخذوا اللحم ديالنا كنوضعوه في داك الاناء، ومن بعد كنطيبوا نضيفوا ليه التوابل ديالنا. بعد ما ضفنا جميع التوابل كما كتشوفوا في الفيديو، غادي نخليوه يرقد على الاقل واحد ساعتين. انا هذه وجدتها كان عندي لغدي غيجوني الضيوف، ودرتها بالليل وغطيته بالبلاستيك ديال المطبخ وخليته في الثلاجه. اليوم ان شاء الله غادي نطيبه. كما قلت لكم انا رقدت اللحم البارح، ولكن اقل مده هي ساعتين ديروه قبل ما نطبخوه باش كيشرب لينا داك التوابل. صافي هنا شفتوا مقطع البصله على شكل مربعات كنحطها في الطنجره ديالتنا، ومن بعد كنضيف لها اللحم. واللحم كل ما خليناه تيقد في التوابل كيجي لذيذ بزاف. من بعد كنضيفوا داك الماء اللي بقى لنا فيه التوابل، وكذلك كنضيفوا المقدار ديال الماء اللي غادي يطيب لنا فيه اللحم، يعني ما نزيدوش من بعد حيت كل ما زدنا الماء كيبقى يبسى اللحم، يعني غادي نضيفوا القدر اللي غادي يطيب لنا فيه من الاول. صافي وكنخليوه كنغطيوه وكيطيب على نار مهيله، يعني ما نجهدوش عليه، كنعطيو له خاطره ونضيفوا له الزيت، وان شاء الله نتلاقاو في التحضير. كما كتشوفوا اللحم ديالنا طاب وعلى نار مهيله، يعني خدا وقت ديالو. وهاد الطبق هذا يعني مغربي كنقدموه في جميع المناسبات وكيجي لذيذ بزاف. ومن بعد كنزين شويه ديال البرقوق فيه اللوز، يعني تزيين اختياري، بامكانكم ديروا الزيتون محمض، ديروا اللوز بوحدو، ديروا القرقاع، يعني تزيين في القدر الاستطاعه ديالتكم. وكنتمنى يعجبكم هالطبق ان شاء الله، وما تنساوش الدعم واللايك والاشتراك في القناه باش يكون ديما الجديد، ودعموا القناه باش تزيد ان شاء الله للقدام. الى اللقاء.